السلام عليكم متابعي قناة تعلم هذا. إليكم أفضل وأغلى 20 سيارة في العالم لسنة 2017. أغلى سيارة في العالم لسنة 2017 هي مرسيدس بنز مايباخ إكسيليرو. كل شخص في العالم يرغب في امتلاك سيارة جميلة وفاخرة. في مجتمعاتنا تعبر السيارات الباهظة الثمن عن قيمة الشخص. كل عام الكثير من السيارات المصنوعة في جميع أنحاء العالم من قبل العلامات الشهيرة. نتحدث هنا عن بعض السيارات الأكثر غلاء في العالم. السيارات الباهظة الثمن هي التي تتكون قطعها الفنية من الماس، بالإضافة إلى هيئتها المبنية من ألياف الكربون ومحرك الطاقة العالي الكفاءة. نقدم لكم قائمة بأغلى 20 سيارة في العالم والتي عرضت ومتاحة للعملاء في عام 2017 و2018، وبعضها عرض بالفعل في معرض جنيف للسيارات عام 2016. في المركز العشرين كين أوكوياما كود 57 مليونين ونصف دولار. اسم السيارة على اسم مصممها كين أوكوياما الذي عمل مشرفا على مشروع الأسطورة فيراري إنزو وفيراري 599. يتم وضع هذه السيارة ضمن قائمة السيارات المرغوب بها في العالم، وهي مدعومة بمحرك V12 وتنتج قوة 600 حصان. تم إنتاج 5 وحدات فقط من هذه السيارة. إذا كان لديك المال يمكنك ركن هذه السيارة في مرأبك الخاص. في المرتبة 19 بنفرانيا H2 السريعة مليونين ونصف دولار. بنفرانيا H2 السريعة، هذه السيارة تستحق انتظار الناس. بنيت للاتحاد الدولي للسيارات للمنافسة في سباقات لومان 24 ساعة. قوة المحرك تصل إلى 503 حصان. وقال الرئيس التنفيذي لشركة بنفرانيا إنها سيارة السباق فقط للسائق الشهم. تم الكشف عن هذه السيارة التي تعمل بوقود الهيدروجين في معرض جنيف للسيارات 2016. تم تصنيع 10 وحدات فقط من هذا النموذج وستقدم لأصحابها عام 2018. في المرتبة 18 فيراري F60 أمريكا مليونين ونصف دولار. على مر 60 عاما من وجود فيراري في أمريكا الشمالية، هذه العلامة التجارية الإيطالية الخالدة قامت بتصميم 10 وحدات من هذه القنبلة المذهلة F60، وهي مبنية على أساس F12 بلينينتا. تبدو كأنها وطنية، ترتدي نجمة ولديها نظام خطوط المشارب والمقعد مغطى بعلم أمريكا، وهي مصممة للسباقات الخطيرة، خفيفة الوزن مما يمكنها أن تصل إلى سرعة 75 ميلا في الساعة. هذه السيارة الفائقة مع العجلات الخلفية المدفوعة بمحرك V12 وقوة 730 حصان هي الجمال النادر، وهي مختلفة عن V12 بلينينتا مع التصميم الجريء والسقف المفتوح. في المرتبة 17 ماكلاران P1 GTR مليونين وخمسمائة وتسعين ألف دولار. تم بيع ماكلاران P1 لأشخاص مرموقين، وتم تصنيع 35 وحدة فقط. عرضت لانزات موتوسبورت بديلا لP1 غير كما فعلوا مع V1 GTR. سعر هذه السيارة يعتمد على الخيارات المطلوبة ومدة العمل المستغرقة في إنشاء السيارة. إذا كنت ترغب بإعادة بيع P1 ستأخذ 83 دولار مقابلها. تم تعزيزها لمحرك V8 3799 سيسي ثنائي التوربو وقوة 986 حصان. تصل سرعتها القصوى إلى أكثر من 200 ميلا في الساعة، ويصل تسارعها إلى 62 ميلا في الساعة خلال 2.8 أجزاء من الثانية. في المرتبة 16 بوغاتي شيرون 2017 مليونين وستمائة ألف دولار أمريكي. أولئك الذين كانوا يعتقدون أن بوغاتي هي الخطوة التالية تم صدمهم بالكامل عندما عرض شيء مختلف في معرض جنيف للسيارات 2016.
تم عرض بوغاتي شيرون 2017 بمحرك V16 من فيرون الذي تم تحديثه بشكل كبير، وتم تعزيزه بتوربو رباعي وقوة تصل إلى 1500 حصان وسرعة قصوى تصل إلى 420 كيلومترا في الساعة، ويصل تسارعها من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 2.4 من الثانية. في المرتبة 15 باغاني هوايرا بيك 2017 $2,600,000 أمريكي. بعد باغاني هوايرا الإنتاج الأخير الذي يحتوي على 100 وحدة فقط، تم الكشف عن باغاني هوايرا بيك. باغاني هوايرا هو الاسم الأشع، إلا أنها تعرف باسم آخر وهو إن كان، وتعني إله الرياح. إنها خفيفة الوزن بسبب ألياف الكربون، تم دعمها بمحرك V12 ذي 6 لترات وتوربو ثنائي وقوة تعادل 750 حصان. هذه السيارة مزودة بمحرك خلفي يولد 1202 باوند في 115 ميلا في الساعة. إنها قوة ضخمة بالإضافة إلى تنانيرها الجانبية الجديدة وباحة خلفية أوسع. إنها مثيرة كفتات مليئة بالأشياء الجيدة. إنتاجها محدود يصل إلى 20 وحدة، كانت ستكون من ممتلكات بينيكايوايلا جميع السيارات المعروف، ولكنه توفي في أبريل 2010. في المرتبة 14 بوغاتي فيرون الرياضية الكبيرة السريعة $2,600,000 أمريكي. الجميع يعرف ماضي بوغاتي فيرون والتي كانت تملك لقب أسرع سيارة في العالم، ولكن هذا اللقب فقدته فلا شيء ثابت في عالم السيارات. في عام 2015 تم الكشف في معرض جنيف للسيارات عن بوغاتي الإنتاج النهائي باسم بوغاتي فيرون باللون الأحمر مع هيكل من الكربون بالكامل، مع قوة تصل إلى 1200 حصان وقوة عزم دوران تبلغ 1106 رطل لكل قدم، على عكس أخواتها التي كانت بقوة 987 حصان و 922 رطلا لكل قدم وسرعة قصوى تصل إلى 254 ميلا في الساعة. في المرتبة 13 لا فيراري FXXQ $2,700,000 أمريكي. سيارة مصنوعة من قبل فيراري وهي لا فيراري FXXQ، إنها مجهزة بمعدات السلامة ومعايير انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون، على الرغم من أنها آلة مثالية زادت التعديلات الأخيرة على الجسم قوة سفلية بلغت 50% للتشبث بالمسارات وخاصة المسارات الحادة والانحناءات. وهذا أفضل ما يمكن أن يقدم إلى حد الآن. سيارة لافيراري FXXQ تنتج قوة بلغت 950 حصان، بالإضافة إلى إطاراتها القادمة من عصر الفضاء يتم إدخال أجهزة الاستشعار للحفاظ على السيطرة على درجات الحرارة والضغط والحفاظ على علامات الطولية والتسارع الشعاعي والجانبي. في المرتبة 12 إيكونا فولكانو تيتانيوم $2,700,000 أمريكي. استوديو إيكونا الإيطالي قدم للعالم أول سيارة خارقة من التيتانيوم، وعمل عليها شخصين مرموقين في صناعة السيارات وهما باني ماريو وكافاغانو كولوديو، والذي كان في السابق مهندسا في شركة فيراري. هذه السيارة السوبر من التيتانيوم ولا تحتوي على أي طلاء، وهي مدعومة بمحرك V8 سوبر دي 6 لترات فاصل 2 وتنتج قوة تعادل 670 حصان وعزم دوران بلغ 620 رطلا لكل قدم. تدعي شركة إيكونا أنه إذا لزم الأمر يمكن أن تتحول إلى عزم دوران يبلغ 1000 رطل لكل قدم، تصل إلى سرعة قصوى تعادل 350 كيلومترا في الساعة وتغطي من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 2.8 من الثانية. في المرتبة 11 كونيكسينغ وان $2,850,000 أمريكي.
كونيكسينغ وان المصنوعة بواسطة كونيكسينغ للسيارات الخارقة أو المدعومة بمحرك توربو الثنائي بسعة 5 لترات، وتنتج قوة عزم دوران تصل إلى 740 رطلا لكل قدم، وقوة تعادل 1340 حصان تزن 1340، وذلك راجع لألياف الكربون باسمها الغريب، والذي كان واضحا أنه بسبب الإعلانات على الطريق لها أداء ممتاز، ويمكن أن تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة خلال ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. في المرتبة العاشرة مرسيدس ام ار 50 3 ملايين دولار أمريكي. مرسيدس ام هو قسم مرسيدس بنز، لديهم فريق كامل من المهندسين والمصنعين والمصممين الخاصين بهم. في عام 2016 أعلن قسم ام في معرض باريس للسيارات أنهم يعملون على هايبارك اير 50 في الذكرى 50 لام. سنة 2016 تم تقديم السيارة. التفاصيل تخبرنا أن مرسيدس اير 50 شيء من الإلهام، يتم استخدام ام حاليا من فريق مرسيدس فورمولا 1، وتعمل بمحرك توربو رباعي الأسطوانات الذي يقترن بمحركين كهربائيين، وينتج قوة 1300 حصان ومحرك من نوع V6 الهجين ذي سعة 1.6 لتر، ولها جسم من ألياف الكربون وشاشية أحادية. في المرتبة التاسعة فيراني بينانفرانيا سيرجيو 3 ملايين دولار أمريكي. واحدة من أهم المركبات المطلوبة للغاية في العالم، أو يوجد منها 6 وحدات فقط، تم تصميمها من قبل المصمم الإيطالي بينانفرانيا سيرجيو، وهو السبب في إعطائها هذا الاسم. بنيت على أساسات فيراري 458 سبايدر، ولكن مع تغيير في المكونات الداخلية وجسم جديد كليا، بينانفرانيا سيرجيو أخف وزنا من 458، أو أفضل في التعامل وسريعة. يحتوي الجسم على مساند هوائي رأسي المثير للاهتمام أنها بنيت على شكل لفة مباشرة، أو تحتوي على محرك V8 ذي سعة 4.5 لترات، وتنتج قوة 562 حصان. عملية شرائها ليست بسيطة، فصانع السيارات يختار مشتريها بنفسه قبل بنائها. يمكن أن تصل من 0 إلى 62 ميلا في الساعة خلال 3 ثواني وأربعة أجزاء من الثانية. في المرتبة الثامنة بوغاتي فيرون من منظور فيفير 3 ملايين و400 ألف دولار أمريكي. إن هذه القائمة مليئة بعدة نماذج من بوغاتي فيرون، وهذا يبين قيمة هذه الشركة في هذا المجال. منظور فيفير ليست فقط أسرع سيارة في العالم، ولكن أيضا واحدة من أغلى السيارات. الوجه الخارجي مزين بطبقة رائعة من ألياف الكربون أو العديد من أضواء ليد الراقية. ميزات أخرى في هذه التحفة وهي المقصورة المجددة كليا والمعادة التصميم. المجارف الجانبية أكبر من أجل انسياب أسرع وثابت، بالإضافة إلى تقصير غطاء المحرك. يمكنك أن تقول أن هذه السيارة هي عمل فني محض، لا مساومة في أدائها. بمحرك V16 بسعة 8 لترات وقوة إنتاج تصل إلى 1200 حصان و1106 باوند في قوة عزم الدوران، إنها سيارة مثالية. في المرتبة السابعة لكاين هيبر سبورت 3 ملايين و400 ألف دولار أمريكي. كل محب السلسلة الشهيرة فاست أند فيريوز شاهدوا هذه السيارة على غلاف الجزء السابع. يمكنك أن ترى هذه السيارة لكاين هيبر سبورت وهي تحطم 3 ناطحات سحاب في دبي. وكانت هذه السيارة هي السيارة الأولى أو التي تصنع في الشرق الأوسط من طرف شركة موتورز ومقرها دبي. تصميم السيارة أنيق جدا، والمصابح الأمامية بشكل جوهرة إنكروستيد، والأبواب المقصية والمعززة بمحرك هايبر سبورت من سعة 7.3 لترات وتوربو ثنائي الأسطوانات، وتنتج عزم دوران بقوة 708 رطل لكل قدم وقوة 770 حصان. وتم إنشاء 7 وحدات فقط من هذه السيارة، أي يصل تسارعها من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.8 أجزاء من الثانية. إنها السيارة الأولى والتي تحتوي على المجوهرات، ويمكن للمالكين الخيار بالألماس والياقوت أو الياقوت فقط. في المرتبة السادسة ماكلاران بيوالليم
$3,700,000 أمريكي. النسخة الأكثر استحقاقا من P1 هي ماكلارن P1 لاب، بنيت على نفس أساسيات P1 غير. لانزانت موتور سبورت هي الشركة المصنعة لهذه السيارة الخارقة، وقد حولت P1 إلى الوضع القانوني لكي يتم استخدامها على الطرقات العامة، وتم بناء 6 نسخ فقط من P1 لاب التي شملت نموذجا واحدا من XP1 التي سادت في غودود 2016، وهي أخف من P1 غير، ولكن لديها أداء متطابق مع التغييرات طفيفة على الجناح الخلفي ونظام التبريد. لم يتم الإعلان عن السعر رسميا، ولكن تم تقدير سعرها انطلاقا من سليلاتها. في المرتبة الخامسة فيراري لا فيراري أبيرتا، $3,800,000 أمريكي. في عام 2017 قدمت فيراري لعملائها المنتشرين في أنحاء العالم من عشاق السيارات الغالية لا فيراري أبيرتا التي كشفت عنها الشهر الماضي، وقد تم اختبارها في مارانينو قبل أول ظهور لها في السوق في بداية عام 2017. وتدعي الشركة أن لديها الأداء المتميز على الرغم من الوزن المضاف. تقوم الشركة بتقديم الخيار للعلماء بين سقف اللين أو من ألياف الكربون. يوجد فقط 100 نموذج من هذه السيارة، كما ذكرت بعض المصادر أنه سيتم إنتاج 70 وحدة فقط، والسعر سيكون $3,500,000 أمريكي، ولكن اعتمادا على الخيارات المطلوبة. في المرتبة الرابعة أستون مارتين إم ريب 0-1، $3,900,000 أمريكي. قدمت أستون مارتين ويد بول راسينغ هذه السيارة الشهر الماضي، وهي للسباقات الفورمولا 1، وسوف تكون أول سيارة على الطرقات من قبل المخضرم أدريان نيو. هذه السيارة تعمل بالطاقة بمحرك V12 مع نظام استعادة الطاقة، ولم ينتج منها سوى 150 وحدة، وسيتلقى أصحابها سيارتين في 2018. وتم البدء في اختبار النماذج الأولية على الطرقات العامة هذا العام. في المرتبة الثالثة لامبورغيني فينينو رودوستر $4,500,000 أمريكي. بنيت لامبورغيني فينينو رودوستر للاحتفال بعيد ميلاد صانع السيارة 50. اسم السيارة يشير إلى أنها قاتلة بشكل إيجابي. تم إنتاج 9 وحدات فقط من هذه السيارة، ولديها محرك V12 بسعة 6.2 لترات وقوة 740 حصان وسرعة قصوى تبلغ 355 كيلومترا في الساعة، وتغطي 60 ميلا في الساعة خلال 2.9 أجزاء من الثانية. لديها حلقات من ألياف الكربون، وتعمل مثل التوربينات، وتعمل على قمع تبريد الهواء. تم تصنيع الفرامل من ألياف الكربون. في المرتبة الثانية كونيكزيغ سيكسير تيريفيتا $4,800,000 أمريكي. سيارة مطلية بالماس كما أشار اسم تيريفيتا ويعني ثلاثية البياض. الصانع السويدي جعل النهاية الخارجية لكونيكزيغ ملكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بطليها بالماس ونسجها من ألياف الكربون الأبيض تضيء بأبيض فضي تحت أشعة الشمس. هذه السيارة الفاخرة لديها محرك V8 سوبر المزدوج مع قوة أحصنة بلغت 1018 و797 رتلا لكل قدم في عزم دورانها. في أغسطس 2015 كان الملاكم فلويد مايويذر مستعدا لدفع $4,800,000 مقابل هذه السيارة، وقررت الشركة إنتاج 3 نسخ من هذا النموذج، ولكنها اقتصرت على نسختين لأن إنتاج ألياف الكربون الأبيض صعب، وهي تغطي من 0-100 كيلومتر في الساعة خلال 2.9 أجزاء من الثانية، ولها سرعة قصوى تبلغ 410 كيلومتر في الساعة. في المرتبة الأولى مرسيدس بنز مايباخ إكسيليرو $8,000,000 أمريكي. مايباخ إكسيليرو أغلى سيارة في قائمتنا، بنيت في عام 2004 وسعرها وهو الأكثر إثارة للإعجاب، وكانت صدمة لعشاق السيارات. هذه الرفيقة الفاخرة لديها توربو مزدوج V12 وقوة 700 حصان، تبلغ تكلفة إكسيليرو $10,000,000.1 في الولايات المتحدة اليوم، وهي قريبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة جزرية صغيرة. إنها سيارة رياضية ذات 4 مقاعد. اشترى مغني الراب الشهير بريدمان هذه السيارة الرائعة عام 2011. ظهرت مرسيدس بنز في فيديو موسيقي من جيزي لأغنية لوست وان.
إن أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بعمل لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.